بعد زيارته لمختلف أجنحة الصالون الدولي للأجهزة الكهرومنزلية بقصر المعارض، فضل وليد اكتشاف مميزات هذه الشاشة الذكية العملاقة، فهو من الباحثين عن الأجهزة التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة على غرار الكثير من زوار هذا الصالون. خرجت النوفل تكنولوجي اللي هي جوجل تي في، alors que دوكا سمارت تي في هذه ولات ديمودي من على 10 ans 15 ans ça va être démodé la TV ancienne. اليوم المنتوج الجزائري راهو بمعايير عالميه وراهو يعني نقدروا نقارنوه بالماركات العالميه، شهد قفزه نوعيه من حيث النوعيه، من حيث الجوده، من حيث التكنولوجيا. التحكم عن بعد في تشغيل الاجهزه الكهرومنزليه من الخصائص المفضله لدى البعض، ومع تنوع المنتجات يصبح الترويج لهذه الأجهزة الذكية فرصة لعرض أحدث المنتجات. عندنا ماركات اللي راهم يطوروا في لي تكنولوجي انترناسيونال هنا في الجزائر، يديروا الانتاج تاعهم هنايا والديفلوبمون تاعهم هنايا. دونك الحمد لله في طبعه ثانيه نلاحظوا تطور كبير في المعرض وفي المشاركين من حيث نوعيات تاع لي برودوي اللي عندهم. التوجه نحو استخدام الأجهزة الكهرومنزلية الذكية ببلادنا هو مؤشر إيجابي لتنويع المنتوج المحلي والتقليص من فاتورة الاستيراد، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني.